السلام عليكم، نعود بحصة جديدة في فضاء الرياضيات، المستوى الثاني من التعليم الابتدائي، وغادي نديرو تتمة ديال الدرس السابق اللي درناه في الفيديو السابق، وغادي يكون تتمة ديال الدرس ديال مقارنة الأعداد من 0 إلى 999 وترتيبها. إذا شفنا الصفحة رقم 28 وشفنا الصفحة رقم 29، دابا غادي نشوفو الصفحة رقم 30. إذا نبدأ بالسؤال الأول كالعادة، وهو أكتب الأعداد وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر. إذا قبل ما نرتبها خصني نكتب هاد الأشكال، شحال كيعطيوني الأعداد، وهنا شحال من عدد، شحال العدد هنا. إذا كيف سبق لي وذكرت لكم، الطريقة السهلة هو أنكم تحسبوا المربعات تكتبوهم هنا، ثم حداها الأعمدة، ثم الصفائح، هما الآخرين. كتذكير بالنسبة للتلاميذ اللي مازال ما فاهمينش هاد الدرس، المربعات كيمثلوا لنا الوحدات، الأعمدة كيمثلوا العشرات، الصفائح كيمثلوا المئات. إذا المربعات شحال عندنا من مربع؟ واحد، نكتبوا واحد. الأعمدة شحال عندنا؟ ثلاثة، نكتبوا ثلاثة. الصفائح شحال؟ اثنان، نكتبوا اثنان. ملي كنساليو كنقراو العدد شحال خرج ليا؟ 231. ندوزو دابا نشوفو العدد الثاني، عاوتاني المربع واحد، الأعمدة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة، الصفائح عندي اثنان. عاوتاني نقرأ العدد 241. ندوز نشوفو هنا، في هذه الحالة ما كاينش المربعات، واللي ما كيكونش عندي المربعات ماشي كندوز للأعمدة مباشرة، لا، ما كاينش المربعات يعني خصني نكتب صفر، ضروري نكتب. نشوف دابا الأعمدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة. ندوز للصفائح، واحد اثنان، ونقرأ العدد 270. دابا غادي ندوز للترتيب، نرتبوها قال لك من الأصغر إلى الأكبر، يعني الرقم الصغير العدد الصغير هو اللي غادي يكون هنا. إذا نفس الطريقة عاوتاني، كنشوف الرقم المئات، هنا عندي اثنان، وهنا اثنان، وهنا اثنان، إذا كاملين بحال بحال. دابا غادي ندوز نشوف العشرات، هنا سبعة، وهنا أربعة، وهنا ثلاثة. شكون الصغير في العشرات؟ واش ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة؟ بطبيعة الحال ثلاثة. إذا غادي نكتب الرقم العدد كامل 231. دابا بقات لي هنا أربعة وهنا سبعة، شكون اللي أصغر، أربعة ولا سبعة؟ بيان سيغ أربعة. إذا غادي نكتب 241، وبقى لي العدد الأخير هو 270. مفهوم؟ ندوزو دابا نشوفو السؤال رقم اثنان، أحيط بخط كل مقارنة خاطئة وأصححها. دابا غادي نشوفو فينا هما اللي خاطئين، نبداو بهادي، رقم المئات ثلاثة ورقم المئات اثنان، شكون اللي أكبر، اثنان ولا ثلاثة؟ إذا ثلاثة، ولكن هما دايرين لينا اثنان هي اللي أكبر، إذا هادي خاطئة. ندوز نشوفو هادي، عندنا هنا أربعة وهنا ثلاثة، إذا أربعة أكبر من ثلاثة صحيح. نشوفو هنا عندي أربعة وهنا ستة، ستة أكبر من أربعة صحيح. هنا سبعة وهنا سبعة. ندوز نشوفو العشرات، هنا اثنان وهنا أربعة، دايرين لينا اثنان أكبر من أربعة وهي خاطئة. إذا ندورو على هادي، دابا نصحوهم هنا، 325، 254، هما دايرين لينا أصغر، إذا هادي أكبر. عاوتاني هنا 724، نفرقو هاد الخط، 742، شكون اللي أكبر؟ هادي هي اللي أكبر. السؤال الثالث، ألون بطاقة الأعداد المرتبة من الأكبر إلى الأصغر، فينا هما اللي مرتبين من الكبير للصغير. إذا غادي نشوفو دائما رقم المئات، خمسة 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 بحال بحال، هنا واحد وهنا واحد وهنا اثنان، ما يمكنش لأن ثلاثة هي الكبيرة وديرناها هي الأخرى، إذا ما مرتباش من الأكبر إلى الأصغر، هذه خطأ. ندوز لهنا، ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، ثلاثة صغر من أربعة، هما بادين بثلاثة، ما يمكنش. إذا هنا واحد 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 عفوا، وهنا تسعة، هنا خمسة، هنا خمسة، هنا أربعة، إذا مرتبين من الكبير للصغير، هنا تسعة تبعها خمسة خمسة، عاد تبعها أربعة هي الصغيرة. إذا هذه صحيحة، غادي نلونو هذه. ندوز نشوفو هذه، هنا اثنان، هنا ثلاثة، إذا
اثنان صغيرة، إذا ما مرتبش من الأكبر إلى الأصغر، إذا كاينة وحدة هي اللي صحيحة. ندوز نشوفو هنا، كتبت زينب أعداد على اللوحة في ترتيب كما يلي، رتبتهم هنا، دارت 545، 505، 550. قال لك أسيدي خصنا نرتبوها الأعداد السابقة بترتيب صحيح، نرتبوهم بترتيب صحيح يعني من الأصغر إلى الأكبر، حيث هذا الرمز ديال الأصغر. إذا الصغيرة فيهم هنا عندي 5 5 5، ندوز للعشرات عندي 4 0، يعني 0 هو الصغير غيكون هو الأول، 505. حيدو هذا، بقاو لينا 2، عندي 4 وعندي 5، إذا 4 هي الصغيرة، 545، وبقات لينا 550. إذا هنا الأكبر وهنا الأصغر. نمر الآن إلى التمرين الأخير، أقارن كل عددين وأكتب أحد الرموز. إذا هنا 1 1، هنا 5 وهنا 5، هنا 0 0، إذا تساوي 6 6، هنا 8 وهنا 2، 8 أكبر من 2. دائما هكا كتخدم بشكل بسيط. 9 8، إذا 9 أكبر من 8. 1 8، إذا 8 أكبر. هنا 2 2، وهنا 9 وهنا 8، إذا 9 أكبر. هنا 5 5، وهنا 6 6، وهنا 5 وهنا 9، إذا 9 هي الأكبر. هنا 6 وهنا 6، هنا 9 وهنا 6، إذا 9 أكبر. هنا 6 وهنا 6، وهنا 1 وهنا 2. كنبقى غادي بالترتيب، كنشوف المئات ونشوف العشرات ونشوف الوحدات. هنا 3 هنا 3، تبعها 2 تبعها 0، إذا 2 هي اللي أكبر. هنا 2 وهنا 2، هنا 0 وهنا 1، إذا 1 هو اللي أكبر. هنا 4 وهنا 4، هنا 1 وهنا 2، إذا 2 أكبر. هنا 7 وهنا 7، هنا 2 وهنا 2، هنا 9 وهنا 9، إذا بحال بحال كندير تساوي. نمر للصفحة رقم 31، نكمل معكم الدرس. إذا بقات غير هذه الصفحة يمكن هي اللي بقات في هذا الدرس هذا. استعمل أرقام البطاقة تسعود 4 2 وأكتب أعداد كما يلي. إذا أكبر عدد من 200، أعداد أكبر من 200، يعني إلا بغيت نكتب الأعداد أكبر من 200 بحال اللي دايرين هما، خصني دائما نبدأ بإثنان، يعني نبدأ هنا بإثنان، حتى أنا نبدأ بإثنان باش تكون أكبر، عاد ندير هادو. إذا 49، لا عفوا ماشي نبدأ بإثنان، هما بداو بإثنان، حيدو ليا إثنان. دابا ندوز للرقم اللي أكبر من 2، 9 9، ونزيد حداها 4 ونزيد حداها 2، عاوتاني بقات ليا 4، نبدا بها حتى هي وندير 9 وندير 2، هادو اكبر من 200. دابا اعداد اصغر من 500 نبدا، هما اعداد اصغر من 500 ها هما مكتوبين، نعاودهم نفسهم، هادو اصغر من 500 ها هما، وندير عاوتاني رقم 4 هو الاول، ها هو 9 2، وندير عاوتاني 4 ونقلب هادو 2 9، ها هما كاملين اصغر من 500، هنا 200 هنا 200، 400 هنا 400. دائما كنشوف غير رقم المئات. هنا قال لك عطيني اعداد كبر من 900، اذا خصني نبدا بتسعود هنا وندير حداها 42، 42، ونبدا عاوتاني بتسعود ونقلب هادو، تولي هنا 2 وهنا 4. إذا رقم 2، شارك أحمد وخديجة وكريم في لعبة الفيديو، حصل أحمد على أصغر عدد من الأهداف هو 235، وحصلت خديجة على أكبر عدد هو 250، أكتب عدد الأهداف التي يمكن أن يحصل عليها كريم. إذا عدد الأهداف التي يمكن أن يحصل عليها كريم خصها تكون ما بين 235 و 250، إذا نديرو 240، يعني خصها تكون محصورة ما بين هاد الأعداد فقط وصافي. إذا وهكذا نكون قد أتممنا حصة اليوم. عندكم هنايا القاعدة الجدول، هنا كتعرفوا فينا المئات كيكونوا هما الأولين دائما، العشرات كيكونوا هما اللي الوسط، والوحدات كيكونوا دائما الأولين من جهة اليمين، والمئات الأولين من جهة اليسار.
إذن وهكذا نكون قد من حصة اليوم، أراكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.